شوفر راهو مضاو مؤخرا تستورد الغاز اصبحت تمول اوروبا ب 40% حاليا باش يطوروا حقول الغاز في الجنوب. واللي الاساس نتاعو انه الطالب الجامعي المره هذه تكون يعني امور اكثر حزما واكثر يعني عندنا اللوجيستيك عندنا دراسه الاخر للرسول سليمان. جامعة قاضي مرباح ورقلة بإطاراتها وأساتذتها ستضمن تكوين إطارات الشركة مهندسين وتقنيين، وذلك لتحسين مستواهم سواء التقني يعني في المواد التقنية أو حتى في اللغة الإنجليزية. جامعة قاضي مرباح حاليا فيه دي دكتورون اللي راهم يديروا في التزن تاعهم تاع الدكتوراه، وفيهم دي لو دكتوراه سي ان بروجي دو ريشيرش، وبالتالي عندنا تطوير تطوير امور فيما يخص الحفظ، لانه التطوير لي نوفيل تكنولوجي افونس شاك جور، وبالتالي هذا الناس يجيو ياخذوا يعني ان سوجي او نيفو دو لونافور بور ديفلوبي ان تيماتيك اللي تخليه يدير عليه دراسه ولما يعمل لاتيز نتاعو، وخاصة إذا دار لو بروفي نتاع لو 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 لا تيماتيك هذه، هذا البرودوي يكون قابل للتطبيق ميدانيا.